Bonjour tout le monde. Et voilà, aujourd'hui c'est moi qui m'occupe de Yad parce que Yad est trop fatiguée ce matin. Donc j'ai préparé le thé. Je suis en train de le faire. Et hier elle a fait donc le amelot. Voilà. On va préparer tout pour Yad. Yad, ça va? Impeccable? Voilà. On a fait des spaghettis pour l'école. D'accord? Yad, tu vas manger l'amelot? D'accord? Voilà. Et voilà. Bah, j'espère que ça va aller. Dis bonne journée. Bonne journée tout le monde. Bye bye. صباح الخير, صباح النور, صباح الورد, صباح الخير والإحساس والطيبة, صباح الخير. تررد 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 تررد. وكملوا من عندكم راه حياة أختكم ما حافظاش وجامي نحفظ على شي أغنية. كم زير في الحفظة. صباح الخير, كديرين, لاباس عليكم, بخير, شكتعاودوا اخباركم صحيحه, الوليدات مريض, الدار, الرجال, العائله, الوالدين, المهم وكل شو كملوا من عندكم. المهم اليوم الصباح هذا في الحقيقه اليوم ما نطش مع اياد المدرسة ديالو, خليت با فطرو, هو اللي دار ليه كل شيء, هو اللي زعما قد ليه الفطور ديالو, مدوش عليه ديك الروينه مورايا. المهم حزنا الكاتري حيت اليوم بغينا نلصقوا الورق ديال الحيط, بغيت نبدل داك الورق. فيت كنديرو غولو كينغ للدار, غولو كينغ اكستريم. ممكن نديرو داك الورق ديال الحيط للدار, بدل داك الورق ديال الحيط اللي عندي في البيت ديالي مع بيض, ودرت الارض بيضاء والحيوط بيضين. ما يمكنش نخلي الحيط كله بيض, يعني ماشي يعني راه غنوليو في غنوليو بحال دايرين التوب ديال اش كيسموه, التوب اللي كيتكفلوا فيه الناس, بحال مكفلين بحال كاين في الكفل. المهم قلت لكم شريت واحد الورق, واش ما عقلتش انت شريتوش البارح ولا اول البارح, فاش شريتو ما بارطاجيتوش معكم. قلت لكم فاش حطيت نهار قلت لكم شي والله ما عقلتش قال لكم ولا ما قلت لكم. المهم مشيت شريتو ما بقيتش بارطاجيتو معكم, وريت لكم كيف داير. اليوم غادي نديروه, تشوفوا الطريقه ديالو, غادي نوريكم البنات الطريقه ديالو كيفاش ديروا الورق. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يركبوا الورق ديال الدار وما كيعرفوش ليه, راه تقدروا البنات الورق راه تركبوه للدار كلها. راه كنحاول نهضر بالزلبه باش نختصر عليكم, فهمتوني, باش ما يجيكمش الفيديو طويل. المهم قلت لكم شريت سيت توك لي فيرم لا فينتر اي تخون بو, كاينه واحد العماره هنا كتبنى حدايا, ما نعاودش لكم الصداع اللي كاين. كيبداو مع 8 ديال الصباح كيبداو ديجا واو, على الصداع, عرفوا الصداع اللي كاين, كيحفروا تحت الارض ليه ما يطيحوا لنا العماره ديالنا. قلت لكم الورق راه تقدروا ديروا حتى الحيوط البيضين, كاين الورق بيض بيان سور, كاين بالفيبر كاع, احسن حاجه كاينه بالفيبر. احنا عندنا في المغرب ما كاينش بالفيبر, يا با لو فيبر ماغاك, يا با لو بابي فيبر, ما كاينش الفيبر زوين. وبالنسبه للناس اللي ما عارفينش الورق تاع الحيط, هو ما كيصيغش غير ديكور في الحيط, ما كاينش غير الديكور لاش مديور, هو كاين حتى بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندهم لي فيسور ديال الحيط. الحيط عندهم كيكون عندهم مشقق, بحال دابا كل عام بقيت تعاودي الصباغه وتعاودي تبوشي دوك الثقيبات اللي كيكونوا مشقين في الحيط الفوق مع الحيوطه كلهم كيتشقوا الفوق. الا كانت السيمه قليله ولا شي حاجه كيبداو يتشقوا, بدل ما يتشقوا كهكاك كديري الورق عليهم بيض, كيولي الحيط بحال ليه الصباغه, بحال ليه المرطوب وصباغه عادي, وما كتبانش التشقيقات, الشقق ما كيبانش, يعني كتبقاي تصبغي دايما غير داك الورق وصافي, يعني كيكاش لك داك المهم داكشي. اش غادي نقول لكم, المهم دابا جالس كيديكولي تصاور من الحيط, نقول لكم دوك التصاور, داك التصاور اللي لصقت هنا في الحيط نوريكم اللصقه باش نلصقها, ما تقبلش الحيط. هذه هي احسن لصقه تقدروا ديروها, شفتوها الناس اللي عايشين برا راه عندهم هذه, بس وريكم الناس اللي عايشين برا عندهم هذه, هذه احسن لصقه كديروها وكتحيدوها دغيا 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 دغيا, ما كتلصقش وما كتمرضكمش في الحيط. شوف الحيط ما متقوب, ما والو, ما فيه حتى ثقب, ما مبوشي حتى شي حاجه. قلت لكم هذا البابي بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يركبوا, اليوم نوريكم كيفاش دير تركبوا, يعني انا نقدر نركبوا, اي وحده فيكم تقدر تركبوا, ما كاين حتى شي مشكله, هانيه اي وحده تقدر تركبوا. حنا خدينا هذا الشكل, هذا اللوين تقريبا, نوريكم انا خدينا هذا اللوين هكا في خضيضر, شفتوا هكا, هذا هو اللي خدينا. تعرفوا راه حنا بزاف البنات هنا في اكادير كاع بالاخص ما عندناش بزاف ديال الشوا, غتقولي شاد الشكل ما كرهتش تكون كاين حسن, ولكن هذا هو اللي بان ليا فيهم موديغ, كان فيه اللوان خديته كوم يا شيغ من لابخي لو مات كتخوان ديزناف خديته ب 99 درهم, 99 درهم الرولو, الرولو داير 99. حنا خدينا جوج رولوات حيت جوج رولوات هو اللي غيبدونا الحيط, حيت الحيط ما عندناش كبير, عندنا فيه شي 4 متر جو كخوا, هو اللي قادنا فيه.
وبالنسبه خديناه من بريكوما مش خديناه يعني 99 للرولو كاين بزاف اشكال وانواع ولكن الانواع ديال فان سعير ريست با بوكو دو رولو دونك حيت قال لكم غير حيت ساله وما بقاوش بزاف لي غولو بقى منهم شويه داكشي دار لهم الثمن ناقص من نورمالمون راه غاليين غير نقصوا فيهم في الثمن بحال دابا بقى اللي بغى يدير حيط واحد صغير دغيا قادو عارفين بلي حنا في اكادير عندنا لو مونك ديال لا ديكوراسيون جيستومون على هذا الشيء علاش ان شاء الله غادي ندير الخدمه ديالي ديال الديكور وهذا الشيء ديكور على ما داكشي داك الناس اللي ما عندهمش داكشي ان شاء الله غادي نتلونسا فيه يا غير شجعوني وقولوا لي عطوني الافكار ديالكم شنو تبغوا بحال دابا الناس ديال المغرب اون جينيرال شنو تبغوا في لا ديكوراسيون شنو تبغوا تشوفوا شنو تبغوا الواحد يصنع لكم شنو تبغوا الحاجه اللي ما كايناش تبغوها قولوا لي كاع نتوما اقترحوا عليا اقتراحات باش ان شاء الله نهار نبغي نبدا في المشروع يكون عندي ديجا الاقتراحات كاينين دابا انا عندي اقتراحات مي خاصني مازال فهمتوني ان شاء الله باش تكونوا الكليانات ديالي نبدا فيكم تملوا لي الكليانات ديالي يلا دابا نبدا نركبوا الكعك المهم بنات ما عرفتش كيبان لكم مي جالسه كنحيدوا الورق من الحيط القديم شفتوا حيدنا تقريبا كلشي بقينا غير شويه الفوق هو اللي بقى باش تحيدوا الورق من الحيط القديم الا بغيتوا ديروا جديد هو تقدروا ديروا فوق منه صدي بارا تقدروا ديروا فوق منه ولكن اللي كاين اللي ما كيبغيش يدير فوق منه في الاغلبيه ديال الناس كيديروا فوق تقدري تحطي فوق منه ولا ما تحيديش حنا غادي نحيدوه حيت اصلا هذا كان فيه واحد ديفو بالنسبه لو غيحيد الورق ما عرفش كيفاش يعني كاين واحد البرودوي ديالو سبيسيال حنا ما درناش البرودوي تقدروا سوا تحيدوه تقشروا هكا بيدكم الا كان رطب سوا تقدروا تاخذوا واحد لي بونج بونجا وترطبوا البابي هو الاول بواحد شويه تخلوه حتى كيشرب الماء مزيان مزيان ها هو غيوريكم نوتي كيشرب الماء مزيان مزيان الماء يكون سخون كيشرب الماء مزيان مزيان داك كتبداو تقشروا كيتقشر دغيا دغيا نوريكم كيفاش حتى كيدوز عليه الماء سخون وشويه ديال البرودوي ومن بعد كيخلي واحد الشويه كيبدا يتقشر دغيا 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 كتقدري تقشري غير بلا سباتيل كتقشريه من بعد ديك الساعات غادي نوريكم لاكول اللي تقدروا ديروا باش تلصقوا البابي دي سوكول بنات هذا هو البرودوي باش كديكوليو البابي كما شفتوا انا معدمه حيت حنا كنا درنا ليه غير الماء نسينا واش عندنا هذا البرودوي الا بغيتوا تحيدوا البابي من الحيط هذا البرودوي كتخلطوه مع الماء وكتجيبوا شي ايبونج ولا شي شيفون وكديروه على البابي كتسنى واحد شويه كيولي حيد غير بوحدو كتبقاي سي كيحيد حيت الماء وهذا كيتعطل شويه خصك تبقاي تحكي فيه خصك تبقاي تحكي فهمتوني ولكن هذا خذوا السميه ديالو ديروا كابتور دو كرون كوليار دي سابيل كوليار دي سوكول دي سوكول المهم كاينه بزاف ديال الماركات قال لكم غير هذا باغ اكزومبل وريناكم وصافي هذا غير خلطو دابا مع الماء وغنديروا الحيط ندهنوا الحيط كله عاد ديك الساعه تشوفوا الورق كيولي حيد دغيا دغيا غتشوفوا معايا دابا المهم هنايا البنات كما كتشوفوا خصنا نحيدوا البابي اللي بغى شي يحيد البابي اللي بدا ما يحيدوش راه نتوما حرين يعني اللي بغى يحيدو يحيدو بغى شي يحيدو يقدر يلصق عليه هنايا كتشوفوه كيدير واحد داك البرودوي اللي وريتكم خلطناه مع شويه ديال الماء داك البيدو الصغيور خلطناه مع شويه ديال الماء ماشي كل البيدون راه غير شويه كديري منه غير شويه كتخلطيه مع الماء ومن بعد كتبقاي دوزي هكا على البابي بحال كتصبغي اون فيت كدوزي على البابي بحال الماء وكتسناي واحد شويه تقريبا شي 5 دقائق حتى كيغياجي عليه عاد ديك الساعه كتبقاي تقدري تحيديه بلا سباتول انا كنتسنى هنايا هو كيدير داك البرودوي وانا كنتسنى حتى كيرطب مزيان عاد كنقدروا نحيدو واخا غادي نحيدو دابا راه ما نقدرش غادي تشوفوا غادي نجرب واش رطب ولا باقي هو رطب ولكن ما رطبش كما خاصو حيد خاصو يرطب دغيا غير ان فوا تقيسيه كيحيد دغيا ديروا هاد البرودوي راه ساهل ماهل بالنسبه للناس اللي بغا يحيدوا الورق وكيتعذبوا ولا شي حاجه بحال هكا حيت في الاول كنا بغينا نحيدوه غير بالماء ولكن ما قدرناش من بعد ما لقينا البرودوي اللي من الاحسن ما كاين ما احسن من البرودوي البنات جوج دقائق كديريه هو كيحيدو دغيا 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 كيولي حيد شفتوا غيبان لكم شفتوا النتيجه كيفاش كيولي حيد دغيا بواحد السهوله ساهل دغيا 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 هو ولكن خاصك ضروري تخليه شويه يرطب فهمتوا باش يحيد دغيا وكتعمار الدنيا عندك على البيت بحرو 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 ما جمعتو نخليكم مع شويه عاوتاني ديال الموسيقى غير نحيد هاد الورق ونرجع لكم
البنات جات الوقيته اللي كلشي كتسناو هو هي فاش غادي نركب البابيي. فاش غادي نركب البابيي الكولا اللي كنستعملوها حنا فاش كنركب البابيي ماشي كولا عاديه اكيد ماشي كولا ديال الهرق الا غنستعملو كولا اللي هي شفتوا هاد لا مارك هادي استعملوا هاد لا مارك ولا ماركه اخرى كيما كانت ماشي مشكله اللي كان المهم استعملوا المهم هادي احسن حاجه كتستعمل ماشي اشار بيان سور هادي كتستعملوا هادي حنا عندنا جوج ديال لي غلو اللي غادي نلصقوا يعني كاين جوج كاين هذا منو جوج اللي غادي نلصقوا هذا هو اللي غيقدنا الحيط ديالنا عبروا الحيط ديالكم قبل ما ديروا باش تمشوا للسيد اللي غتشرم عنده هو يقول لكم شحال مرولو قدكم هادي دايره شويه بحده من هذا دايره شويه بحال الكوب بحال جوز الهند تقدروا وليداتكم يتلاقاوها ياكلوها ردوا منها البرد شتو دايره شويه فرت هكا كتفتت المهم هادي هذا راه كيتسمى لا دوزور هذا هذيك المعلقه اللي كاينه فوق منها كتغطى بها كتحليها وكتسمى بحال شي بواطه ديالها كتعبري بها وحده من هادي انسول كومون انسول كوم سا سي كري سي كري دون لا دون لا رومبلي سي جوسكو او تري بور دو رولو اوكي دابا ما عرفتش كيبان لكم ولا لا ها هما راه ديجا كاتبين فيها ها لو تري شتي هما فيها لي تري يعني الواحد الرولو غديري ديري واحد التري ديال الكولا جوج رولو ديال الورق غادي ديري حتى جوج ديال لي ترو جوج ديال لي تري لي ترو المهم ديروا معاهم جوج اترو ديال الماء دولو تياد ياك دولو نورمال الماء عادي يعني غادي ديروا جوج معالق يعني جوج معالق ما هذه يعني غتطلعوا ماشي السطر الاول غتعمروا السطر الثاني يعني حتى السطر الثاني هكا وغادي ديروا جوج لتر ديال الماء اوكي وتخلطوا مع الماء تخلوها شويه تذوب بقاو تحركوها حتى تذوب شويه ميم سي سان بو بلوس سي با غراف غديروا غديروا تسبقوا في السطل اول حاجه غادي تسبقوها في السطل هو الماء ديروا الماء هو الاول عاد ديروا الكولا ماشي ديروا الكولا عاد ديروا الماء غتلصق لكم في القاع ديال السطل ياك ديروا هكا وحنا خدينا غير السطل غنغسلوه بعد ما كتلصقش تقدروا تغسلوها فيها تورديون ديك لو خصكم تدوروا اون فيت او ميم طون فاش كتلوحوا لا كول خصكم تبقاو ديروا على هاد الحركه باش الكولا ما توقفش بلاصتها فهمتوا فوالا ميرسي دوسمون نوريكم كيفاش يلاه سير بشويه بشويه باش هي تذوب وسط الماء فهمتوا هي كتولي شويه بحال الشكل ديال بحال شي كريم كتولي بحال كريم بيشاميل وي وي فان توربيون ديك لا توربيون ها هو توربيون شري جبت لك ولا كتولي شويه بحال لاصوص بيشاميل كتحركيها باش تذوب يلا 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 فوالو غتسناو راه كتشوفوها كتختار كتختار بشويه بشويه لا مي نو يا با دو غرمون دون تو فوا باسكو سي تو مي لا كول دابور سي تو مي دابور لا كول صافي دي غرمون قال لك الا درتو سبقتو الكولا هي الاولى عاد زدتو عليها الماء كتولي ملكزه كيولي فيها شي حك شي كركيمات صغار دابا هي دايره بحال الماء عاديه انا نوريكم الطريقه راه ساهله ما تقدروا اي وحده فيكم الدري صغير يقدر يلصق هاد البابيبا اي توجور بريباري لا كول قال لكم وجدوها ديجا قبل شويه تقريبا 10 دقائق قبل باش هي تذوب فهمتوني حيت هي شويه دايره بحال دايره بشويه بحال القصره خصها تذوب شويه فهمتوني غتولي الشكل ديالها خاطر واش كيبان لكم لا ولكن الشكل ديالها ولا خاطر واش كيبان لكم ما عرفتش خفت نكف حالي شفتوا كيفاش ولات هاكا الشكل ديالها كيولي شويه خاطر كتبقاي تهزي كتبقاي ديري بشويه بشويه في الحيط وتلصقي الرولو غنوريكم دابا مهم بنات هنا غادي نعاود انسيستي لكم حيت نسيت ما قلت لكمش باللي شوفوا الورق البنات داروا وري خصكم تعبروا الحيط الفوق ديالو من الفوق حتى لتحت الا كانوا عندكم لي بلانت خصكم تفوتوا شويه لي بلانت باش الا كان عنده فيه شي ديفو تقدروا تقطعوا يعني يعني شوفوا راه قالت حدايا هذا كيضحكني ولد الذين خلانيش نهضر هذا الراجل عندي المهم خاصكم ضروري تعبروا حنا كنعبروا كما كتشوفوا كنقطعوا الورق داكشي باش يكون عندنا ديجا داكشي سهل ماشي كل مره خصنا نمشيو نقطعوا كل مره خصنا نمشيو نرجعوا Vous voyez bien sur la vidéo là, Aya qui fait n'importe quoi, vous voyez qui se met ainsi sur la chaise, qui roule n'importe comment, vous voyez. Regardez, regardez la vitesse qu'elle fait. Oh là là, incroyable, incroyable et rapide. Non mais net, sérieusement, قطعوه هو الاول. تتوجدوا كلشي المرصوات وعاد بداو ديك الساعه تلصقوا راه باين. Attention les bnat, il faut toujours couper
2 سنتيمتر و 3 سنتيمتر ان بلوس خصكم دائما تقطعوا يعني تعبروا العبار ديالكم ودائما تفوتوا واحد 2 ولا 3 سنتيمتر يعني اكثر من العبار باش الا عندكم شي ديف في السقف ولا البابيغولو كان قطع عواج ولا شي حاجه يعني تقدروا تغطخبوا يعني ما يكونش عندكم المشكل فهمتوني ضروري 3 ديال سنتيمتر اكثر ولا 2 الا قدرتوا لي عندكم البابيي شيت كاع فوتوا كاع حتى اكثر ماشي مشكله حاولوا تحيدوا لي بلانت الا كان عندكم لي بلانت ديال الخشب عندكم ديال الكراج هاد اللي كراه غتخلوهم كما هما تحاولوا تقطعوا وخذوا الشيكوتير البنات شي موس ديال التقطاع ماشي موس عادي ديال الكوزينه موس ديال التقطاع يكون شي حاجه ماضي يعني شرو شي واحد اخر جديد وضروري يكون شي واحد يعني اللي يعاونكم حيت ضروري خصكم تقطعوا شي واحد يشد لكم بعد التقطاع على الاقل يعاونكم حيت ما تقدروش تقطعوا بوحدكم فهمتوني ماشي هو سينو راه ساهل ماهل وما سي با ديفيسيل اكل بابيي on peut voir que Ayat elle est à fond là sur la chaise elle est vraiment à fond elle vous voyez elle travaille beaucoup regardez incroyable Aïe. Je crois que j'ai fait plus de travail que toi. Oui, bien sûr, oui. Du chapeau. Oh, tu coupes, chapeau. Toi, tu coupes. Moi, je tiens. Oui, oui, de coupe. Mais qui c'est qui l'a mis en place, toi ou moi? المهم هنايا راه ديك الكولور غادي تشوفها كولات ولات شويه بحال لا كريم والله الا لا كريم صافي شفتوها كنت ناويا انا نلصق البابيي ولكن البنات انا عندي فوبيا من العلو يعني حاولت في الاول كان جاني ساهل مع كنت في ديك الدرجه الاولى ديال الدرو ديال السلبه كان جاني ساهل قلت غادي نطلع نلصق ولكن غير طلعت لديك السلبه الثانيه والثالثه جاتني الدوخه وانا نهبط قلت لا كملت On peut la mettre avec un rouleau aussi la colle, hein. Un rouleau ou alors ça c'est une brosse, hein. On peut le mettre aussi avec un rouleau. Ben c'est pas le blanc les mecs, moi je le français, quel est comme tu peux le coller de dire à bichi chita bhala, quel est de dire à bhala que le rouleau dit sba, de dire à bichita, voilà quatre derby. Gar pahulot t'lout n'zlo, quatre dire à bhila quatre ch'tabo, fahmtouni, t'lout n'zlo, ma chère t'nzlo safi, bach l'saqat t'wzaf, kul chi, yani t'kun ou pahulot rukina, t'chofu jnibat, l'knota, dak chita wadro li l'saqa bach l'papi, mais dikulash mshi blais, bach yji hua hadak, ou la saq mzino ma mro yhid mel hayt نهار تبغوا تحيدو نهار تبغوا ما يعجبكش يعجبكم وتحيدو المهم هادشي هو اللي نقدر نقول لكم راني حاولت في الحقيقه حاولت بغيت نطلع نديرو ولكن الغالب الله راه ما قدرتش العلو كيخرج عليا لا ماشي العلو دابا نقدر نطلع فوق شي حاجه عاليه ولكن السلبه بحال هكا كنخاف نطيح ناكلها في رجلي ولا في يدي وانا يلا طحت الجامه وقفني parle mal de moi لا لا je te jure je parle mal de moi pas de toi ah ça voilà continue المهم انا كنحاول ندير ليه اللصاقه صافي كندير ليه غير الكولا صافات ها صافات بلا وسيط نو شيري جيساي دو تفير لا كول باسكو جاي بور جو فولي ميتر لو بابي مي جاي بور دو لا اوتور جاي بور دو تومبي اون فيت وغتحتاجوا لهاد شتو هاد دايره بحال لا سباتول هي في الحمر هاد الماتيريال البنات بالنسبه للناس اللي كيسولوا ملي غيشرو هاد الماتيريال هاد الماتيريال تقدروا تشروها البنات كاين بريكوما كاين بريكولا هاد الماتيريال كيتباع عند دروغري تقدروا تلقاوه فين ما وي بالنسبه للناس اللي عايشين برا الناس اللي عايشين في المغرب بريكوما بريكولاج عند الدروغري تقدروا تلقاي هادشي هاد لا سباتول اللي هز في الدو في الحمر وكي يتالي بها هادي ضروري خاصكم ديرها بحال شي تقدروا نتوما تاخذوا غير شي خشبه ولا شي حاجه بحال هكا حيت البابيي فاش كديروا ليه الكولا خاصكم ضروري تخوا داك البرد اللي كيكون لداخل منه كيتقفل بالبرد خاصكم ضروري تهبطوا بلا سباتول في الحمر هذيك لا سباتول في الحمر حتى انا المهم هذيك لا سباتول خاصكم ضروري تهبطوا بها باش ديك باش ما يبقاش الخوا ما تبقاش شي بلاصه خاويه ما لصقاتش ولا شي حاجه بحال هكا فهمتوني ايوا راه حياتك كتجرب dans le travail vous voyez regardez aïe 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 non chérie j'ai eu peur de tomber je te jure oui, je sais. Ah oui hein. on a mis les pieds sur terre ouais ولا الا بغيت نلصقو ولكن الحق بغيت نوريكم بلي راه ساهل اي واحد يقدر يلصقو ولكن ما قدرتش البنات العلو خلعني فاش درتك بديت كاع كنضحك كاع جاب لي الضحك كيقول لي هو حتى هو شاد فيا ما خلانيش خفت صافي غنزل Voilà. Viens, j'ai peur. Viens, chérie, j'ai peur. Viens. Viens me remplacer, j'ai peur. وي ما نخليكم مع شويه ديال المقتطفات تبقاو ميم تبقاو على هذا الشكل حتى الاخر شوفوا حاولوا ما تدخلوش الجوانات ما بين البابيو والبابي حاولوا تلصقوه تو جوست باش ما يبقاوش لكم الجوانات ما بيناتهم يولي بحال مورس واحد ماشي مديور حنا غايبان لكم شفتوا الفوق كيفاش داير كيبان ما كاينش لا جوان لا جوج كيبان بحال ما كاين بحال هاد البابي دايز غول واحد ماشي بليزيو غول وملصق كنحاولوا نلصقوه الاول الجوانات يعني الجوانات انا كنقول لكم الجوانات هي على الجوانات المهم كنلصقوا لي جوان و جوانات كنلصقوا لي جوان بعد كيدوز عليهم ديك لاسباتيل خصها ضروري تكون نقيه ما تكونش فيها الكولا باش ما توسخوش البابي الفوق وهاد البابي البنات راه يمكن بعد فاش تسالوا تقدروا تدوزوا عليه واحد الشيفون فيه الماء تمسحوه من الكولا اللي غتكون لاصقه فيه حيت اكيد غادي توسخ بالكولا غير ما تخافوش على كتمسحها بالماء هي عاديه
كتبقوا على الطريقه حتى تسالوا البابي ديالكم وردوا البال لهذوك السويقات حتى هما تحاولوا تقطعوهم، حيدوا زوات السواقت ديال الضو وداكشي. المهم عاد لصقوكم، حنا نبقاو على هذه الطريقه حتى نصاوروا الحيط كله ونوريكم النتيجه النهائيه ديالو كيفاش غادي تكون. نتمنى نكون فدتكم في كل شيء، ونتمنى نكون شرحت لكم مزيان، زعما ما شرحت لكم مزيان مزيان. هنا راه كيقلب كيفاش اين بلاصه اللي كتكون مقاده باش السقف عنده يكون الفوق مقاد مزيان، يكون التقطيعه ديالو مقاده، والتحت ماشي مشكله حيت كاينه البلانط وغادي نقطعو اصلا، كاين كيشات 2 سنتيمتر ولا 3. المهم بقاو الطريقه البنات حتى تسالو، نتمنى نكون فدتكم، ونتمنى تلايكو لينا لا فيديو، ونتمنى تبارطاجيو مع صحابكم اكيد الا عجبكم. فوالا نوبليي با كون سو ديبلاس دون تو الماروك اي دون تو لو موند بور سي فوز بيزون دي ترافو دو بانتور دو تابيسري اون اي لا يا با دو سوسي ليكيب هايات فلوغ اي لا بور فو فو ايدي ان شاء الله. وي فوالا مي اتونسيون il faut être nourri logé aussi parce que وي nourri logé اي اي payé bien sûr اي une balade aussi voilà. une balade d'accord nourri logé à l'hôtel à l'appart. Peu importe, hein, peu importe. Inch'Allah, hein, on sait jamais. Hein. Un jour, voilà. Je vais faire mon projet. Hein, tu sais voilà. Jamais, hein, des travaux comme ça. J'adore, hein, j'aime bien les travaux comme ça. Toi, t'aimes pas? Si, moi, j'aime bien le mec qui travaille dans la vidéo. Vraiment, on voit qu'il est pro. Hein, tu vois. Yalla, je vais vous montrer comment faire de la musique. Je vais vous montrer comment faire de la musique. Je vais
البنات انا غادي نوريكم النتيجه ديال الحيط ياك شوفوا كي جا زوين في الحقيقه رائع انا عجبني بزاف زعما دوش عليا درت الفراش بيض باش يبان لكم مزيان الحيط داك جي فليكسي درت نقيته مزيان حكيته وصلته بجافيل غير كتغطيه بجافيل كيولي نقي من رغم انه باقي فيه شي طاشه صغيره واحد الطاشه اخرى كاينه تما واحد الطاشه هذه اللي كاينه هنا ديال الطاشات اللي باقيين فيها خاصني نحكهم ندير لهم جافيل حر ونحكهم مزيان المهم نوريكم شوفوا النتيجه ديال الحيط شفتوها كيفاش جات جا زويون ما قادش المخدم جا زويون البنات حيت ديك لاطيت ديالي كانت مرضاني دابا ما تدوش على ديك الشبكه تما داكشي الماكاج ديالي داكشي جمع تما كان فوق الكوافوس خاصني نضمو نقادو نصح المجوره وداكشي باقي ليا غنبدل الخاميه وصافي وهالبيت ساله هاد البيت ساليت منه صافي ساليت وغندير غير شي طابيط عندي شي طابيط في الكري غنديرهم في الكري عندي خصني نسلهم وصافي هالبيت ساله شوفوا شوفوا الوراق البنات كيفاش جا الوراق ديال الحيط غزي ولا البنات غزي ورفتو الفينيسيون ديالها ما كيبانوش كاع فيه لي جوان هذا نهائيا واش كيبانو فيه لي جوان شفتو راه هو غير هنا ها هو ها هو وها الجوان ديالو ما كيبانش شفتو نهائيا واش كيبان شفتو راه ما كاينش كيبانش ما بيناتهم لو جوان جا زويون البنات عجبني انا الموديل ديالو عجبني الموديل بزاف 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 حمقني الموديل شفتو شاسو نجي بحال شي كادر ديال باقي لي بلانط غنصبغهم حيت باقي لي بلانط غنصبغهم بالصباغه ديالهم سبيسيال الحيط بوحدو هذيك الصباغه اللي صبغت ديال الحيط شفتوها كي طلعات زوينه صبغنا تما صبغنا داك الحيط هو جا زويون داك الشجر خصني نمسحو باقي واخا نغسلو كيجيني داك الحمام كيعمر ليا تما المهم سميتو زعما صبغناه باقينا غير لي بلانط اللي باقيين ما تصبغوش لي بلانط صافي شفتو لي بلانت لي خصهم يتصبغوا بالصباغه ديالهم سبيسيال حيت هادي ديال الماء هما خصهم يتصبغوا وحده اخرى ديال الزيت تقريبا لكم الشكل زويون زويون بزاف خصني نمسح المرايه تا يوم مسخه المهم انا عاد ديتو فين نعسو بعدا اليوم فين لقاو فين نعسو وصافي هادشي هو هذا الشكل النهائي ديالو نتمنى يكون عجبكم قولي الراي ديالكم واش عجبكم عجبكم البابي بان كيفاش جاكم واش جاكم سهل في التركاب ولا لا كيبان غزي والغزي والغزي ولا عجبني بزاف الموتيف ديالو عجبني ديسكريت يوم فيت زويون كيبان ديسكريت ما كيبانش شفتو خضيدر داك اللون بحال الخضيدر البنات بحال الخضر هو ماشي خضر خضار خزي شي حاجه بحال هكا كانت شدتني الحساسيه الغبره شدتني الحساسيه بزاف بزاف زاد عليا الحال المهم الشكل النهائي نتمنى يعجبكم ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو اليوم ونتمنى تخليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو اكيد تبارطاجوا مع صحابكم الى عجبكم ها الشكل النهائي نعاود ندير لكم خاصني ديك هادي خصني نحيد ما حملتها باقي ما غادي ما لقيت اللون اللي غيعجبني حيت بغيت ندير جوج بغيت ندير وحده ترونسبارون تبقى تدخل الضوء وما تدخلش الحشرات والاخرى بغيتها تبين واحد انا ما عنديش لي غيدو في الدار هذاك الفول ولا اسمه كيسموه ما عنديش عندي غير الشرجم هكا من شريتها ما كانوش فيها اصلا من ديبار وصافي يلاه غو بيزو تهلاو فراسكم ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وتخليو ليا لايك يلاه بيبي عليكم